حمواتكم مشاهدينا مع واتس كوكينج ومعنا شيف شال. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله. اليوم شو بدنا نحضر؟ شيء مع كراميل، مع التفاح. مزبوط. ترايفل. ترايفل. ترايفل رح نعمل منه مونتاج مثل تشيز كيك هو مع كراميل ومع بسكويت ديجستيف. اوكي. والاكيد التفاح رح نعمله كراميل، رح نعمله نقليه بالزبده والسكر، نعمله كراميل ومع شوية فاني. تري بيان. يعني ككومبينيشن بتلبق كلها مع بعضها. والمشاهدين ولا مره عمل شيء مش طيب والكومبينيشن ما كانت مظبطه يعني. رح نعملهم بفيرين او بجارز. هيك المشاهدين اذا بدهم بيقدروا يحضرون، اذا بدهم يحضرون كرمال الافطار اليوم بيقدروا كمان يحطوا، بدل يحطوا مع طعمة فاني بيقدروا يحطوا من الطعمات اللي نحن بنحبها مثلا بفتره رمضان، ما زهر ما ورد. كمان اوكي. يلا رح بلش. بصير اورينتال اكثر. اكيد. هلا رح بلش اول شيء بالتفاح، لانه التفاح تفاح احمر ولا اصفر؟ هو الاصفر افضل حتى ما يعطي مي، بس اذا ما نوجد الاصفر الاحمر بنعمل احمر. اوكي. مش غلط يعني. تريبيان. اوكي رح نقطع التفاح. اوكي. رح نعملهم كيوبس. نقطعهم أول شيء هيك مكعبات صغيرة. إيه. أوكي. بدنا نعملهم كراميليزي. صح. أوكي. هلا بنحط الزبدة على النار و بنخليها تسخن شوي. بدك حتى؟ إيه بليز. كان انتبه نحن إنه التفاح إذا كان مستوي ما نقطعه كثير قطع صغيرة، لأنه بيدوب على النار بيصغر حجمه، بقى الافضل انه نتركهم مكعبات شوي كبار، شوي مش كثير. يعني اذا بدك بالقياس المضبوط يعني تقريبا سنتي بسنتي. اوكي. هيك بيكون عندنا مجال اذا نحن عم نعملهم كراميل على النار، بضل في بس نشيلهم بضل في عندهم شكل، مش بيهلطوا كثير. اوكي. هيدي الزبدة بلشت تدوب. بلشت تدوب. اوكي. شو منزيد؟ تفاحات مقطعينهم نحن. اوكي. السكر هلا معود الفاني. معود الفاني. اوكي رح نزل السكر. الواحد فيه يحرق حاله مع الكراميل. اكيد. ما هيك؟ كثير خطير. وحرقه مزعج. اصعب من الزيت، اصعب من الزيت، لانه الزيت نقطة، إذا اجت نقطة ودغري بتبرد لما بتيجي على الإيد بتحرق ودغري هيدي بتضل مكفية. هيدي بتضل مكفية وبضل الكويسون تبعها شغال، مشان هيك السكر كثير صعب حرقه. اوكي دائما بنرجع بنذكر نفتحها لل الفاني، جوز الفاني بنفتحها بهالطريقه. بنشيل اللي بقلبها. بنشيل اللي بقلبها اكزاكتلي. هلا فينا نتركها كمان نقليها كلها سوا مع مع العود، بس اهم شيء نظهر هدول الفاني. اوكي. كل النكهه. نحن عم نعمل هذا الشيء مشان نعطي للتفاحات اللي قطعناهم نعطيهم نكهه، نعطيهم نكهه ونعطيهم لون. اللون اكيد رح ياخذوه من السكر والنكهه من الفاني، بس اكيد كمان هالنقط الفاني اللي عندنا اياه هون رح يعملوا شكل كثير حلو على الحبوب التفاح المقطعين. عم نشم ريحه الكراميل. صح. اوكي لما بنحس انه بلش يصيروا كراميل ما ضروري تضل النار قويه، لانه نحن الهدف تبعنا انه نعمل كراميل ما يحترق. اذا احترق الكراميل اذا احترق بمرمر. بمرمر. اذا مرمر بيروحوا كل شيء ضيعان. صح. خاصه الجوس دو فاني. ايه. رح نزل التفاحات.
نحن عم نعمل كراميل ما فينا اذا دق التليفون نرد مثلا او ننسيهم اوقات 15 سنه نحرق الوصفه مزبوط اوكي هلا هن التفاحات بيطلعوا شويه مي منهم بيرحوا والسكر بدوب كله الكراميل اوكي هلا رح بهالوقت رح اتركهم للكراميل على جنب مع التفاح يستوي شوي بهالوقت رح لازم يضلوا يقرقشوا التفاح نو لا لا افضل يستوي افضل يستوي هلا بس مش انه غلط بس انه هي اطيب مش انه كومبوت بس لا هي اطيب لانه لك لانه كتكستشر كملمس التفاح يكون مستوي هلا اذا ما استوى كثير منا هال ايه اوكي رح نبلش هلا عندنا جبنه كريم تشيز رح حطها هون بالوعاء ونحركها شوي نطريها اوكي رح احط معها السكر وحط معها الفاني هون ليكيد فاني ليكيد أو بيسوى كمان نحط هذا بس انه الروسات ما بتحمل لاكثر من فاني وحده لانه بتصير بعدين كلها فاني لا بتصير كلفتها كثير عاليه كمان عرفت كيف؟ بس بيسوى نقسمها هون نص هون ونص هونيك شفتي انت هون؟ ضد الفاني البودر ايه الفانيلين الابيض ايه ضده كثير لانه منه طبيعي ارتفيسيال اوكي هيك كيف صاروا انه لونه حلو والكراميل اللي عندنا اياه اكيد لازم اوكي هلا نحط المزيج بالبراد ايه رح حطهم على صحن اوكي بطفي ايه اذا بدي رح شوف اذا بركي بحط لها ورقه صغيره لانه كرمال ما تلزق هيدي تكنيك كمان لانه بالصحن على البورسلين يمكن يلزقوا كي ما بيهمنا كثير من الكراميل اللي طلع بالكاسرول لانه احنا اوريدي احنا عاملين كراميل على جنب هون صح واكيد بالرسات موجودين صفا اذا المشاهدين بشوفوا الرسات هلا بنحكي عنها لانه ما بنلحق نعملها بنحكي بنشرح كيف تنعمل هون بالوعاء حطينا الكريم تشيز مزبوط. حطينا فاني ليكيد حطينا السكر مزبوط رح نحركهم عندنا الملعقه الكبيره هستعمل الفوي شيلها هاي ايه هات بس بليز تاخد يلا رجعي على الكاميرا شا اوكي بعد في 9 دقائق ايه عظيم اوكي هلا شو بدنا رح نحط هلا الكريم فويتيه الكريمه المخفوقه اوكي شانتي هيدي شانتي بس بلا سكر اكيد اوكي شو بيصير اذا في سكر بصير كثير حلو كثير حلو هلا لانه نحن حطينا بالمزيج سكر ما بنرجع للكريم بنرجع نحط لها سكر خلص صار عندنا اياها جاهزه هلا هون اوكي صار جاهزة رح شيل كل الاغراض اللي عندنا اياهم هون مش بحاجة لالون وهي الزبدة لشو؟
هاي الزبدة رح نعمل نوع من الكرامبل. أها. مع البسكوي. مع البسكوي. رح كسرون. رح نشوف قديش بنحط. اوكي. هلا حتى ما يطرشوا لبرا رح ناخد المدقة. هي حتى بالبرا. أنت بعيت ستيك بدك كسرون؟ قديه؟ ايه منكسرهم نترك فيهم قرش صغيرة يعني مش على الأخير. بفتكر بيكفي هالقد؟ ايه إذا بردون شوي. لأنه هولي كتير تراية. ايه لحتى ما يصيروا كتير بودر. ايه هيك كتير منيح. اوكي. رح حطهم بقلب وعاء. اوكي بدنا نزيد فوقهم. بدنا نزيد فوق منهم الزبده. تدعكم بايدك. ايه رح ياخذ الزبده يلي موجوده هون. هن لانه قليل مشان هيك بالشوكه ما رح يطلعوا. هلا بعملهم هيك. شفتي كيف؟ أهم شيء إنه يرطبوا، ما كتير كتير أوكي. يكونوا زبدة. بعدين شو بدنا نعمل؟ بدنا نحطهم بقلب الجارز، بقلب الكبيات. آه ما رح تحطهم على النار؟ لا ترجع؟ نو لا. أوكي. إنه نخبزهم؟ لا. ما هي البسكوي مخبوزة. أوكي. والزبدة بس لحتى تخليها تش شوي مش كتير، لأنه إذا تشيت كتير مشكلتها انه بتبطل طيبه بتبطل تقروش. نحن الهدف من البسكوي انه يكون في عنا بدي شوي ويكون في عنا بالجار لما نكون عم ناكلها او قطعه الديسير يكون في عنا مطرح في قرقشه مطرح في كريم. نحن صاروا جاهزين هلا منقحت شوي. في عنا شويه زبده بعد على ايدنا. بعد في وقت. ايه بعد عنا وقت. هلا بدنا نطلع بالمونتاج. اوكي. ان شاء الله التفاحات يكون سقعوا. الحديد هلا كثير كثير هيني. شايفه قديش هيني؟ بس في كذا شغله لازم نعملها. مزبوط. يعني مش انه مثل عم نعمل كيك حطينا كل الانجريديونات ومش الحال وسكبناها بال مزبوط بالمول. يعني هلا اول شيء بدنا نجيب الجار. بدنا نجيب الجار بس بدنا نحط الكرامبل نرجع نحط كراميل صح نرجع نحط الابل. لا ما بيفرق فيك تعمل مثل ما بدك. اوكي اوكي بس لنشرح شوي صغيره للمشاهدين الكراميل كيف عملناه. كمية السكر منحطها على النار لنعملها كراميل أساك. يعني منحطها إذا بدك بكسرول أو منحطها بمقلية. منحمل النار ومننزل السكر شوي شوي ليصير كراميل. نحن بنفس الوقت هنو عم يدوبوا الكراميل السكر ليصيروا كراميل منكون الكريم عم نسخنه. يا منسخنه بالمايكروويف يا منسخنه بكسرول دائمي. لازم تغلي؟ لازم تغلي. أوكي. لازم تغلي. وانس بيصير السكر بيصير كراميل بنشوف انه صار كراميل. بدنا ننتبه كمان ما يحتري. بننتبه كثير كمان بنشيل الكريم السخنه وبنبلش ننزلها فوق السكر بس بننزلها على مهلنا او بننزلها على ثلاث دفعات او بننزلها بشكل خيط بس بنعلي ايدنا واكيد ما بيكون في حدا نحترق لانه ما بيكون في حدا من الاولاد حدنا لانه بيطرطش واذا طرطش السكر وهو سخن بيحرق الوجه. صح. اوكي يعني لا لنا بدنا ننتبه لنا ولا اللي معنا كمان اذا معنا عندنا اولاد صغار عم يتفرجوا علينا. هذه شغله كثير اساسيه. اكيد فيها زبده الرسات. الزبده بنحطها بس تسقع مش تسقع بس تصير تقريبا حرارتها 40 بننزل الزبده. الزبده بدها تكون بوماد يعني على حراره الاوضه بنحركها مزبوط. فينا نزيد رشه ملح فينا ما نحط الملح. صح. بس رشه الملح بتعطيها اكيد طعم اطيب مع الكراميل. اوكي تلبق. هلا رح نضبي بهي دول. اوكي ونجيب الجار. هلا البسكويت اللي نحن عاملينه
فينا نحط له رشه ملح يحيي الملح هن هون اها لانه كثير طيب الملح بالدسير خاصه مع الكراميل مع الكراميل صح اوكي رح ارجع احركهم شوي صغيره وانا بنصح المشاهدين يستعملوا الفلور دو سال يعني بيجيبوه اكيد من السوبر ماركت فلور دو سال طعمته اطيب من الملح العادي وال البورسنتاج الملح اللي فيه اخف من اقوى لا أخف, اخف مش قوي اخف من السكر من الملح العادي اوكي ضيعتينا اوكي هلا هون بالمرقه رح نحط بسكويت بدنا ننتبه على شغله نحن دائما وقت ناكل بدسير بالفيرين بكون حاطين البسكويت بالكعب صح هلا نحن طريقه ليش لانه هي عاده بتبلش بالبسكويت بالكعب وبتطلع اطلوع بس هو بس يكون عالي بتصير تاكل الدسير ما بتجي ببالك البسكويت ببالك البسكويت هي ما انا طيبه هيك بس نحن شو رح نعمل رح نحط نص كمية البسكويت بالكعب ورح نرجع نحط على الوجه شوية بسكويت. اوكي. سو بيطلع لك من الميلتين. اوكي. اوكي. حتى إذا بدنا فينا نحط بالنص شوي. اوكي. والأحلى إنه ما نرصهم. أي. يعني البسكويت يضلوا فلافي. يضلوا فلافي لأنه إذا بترصيهم بصيروا قاسيين هن طيب البسكويت يكون. إيه مثل التشيز كيك بتصير بالآخر إذا رصيناهم. مزبوط. رح اجيب الكريم رح احطهم بقلب هيدا سوا كيف فيه بسكويت بقلبه في بيات ست بيت دغري فكرتي انه حرام نكبه بالبراتيك لا بس انه كان فيه بسكويت وحطينا بسكويت بس انا كرمال يطلع الابيض ابيض ما يطلع فيه بقلبه ميت شفت انت غير بس هو انت اللي عم فكري فيه صح مش غلط انه ما حدا رح يلاحظ هالنتفة يعني بس انت بتلاحظ اوكي قدي بعد عنا وقت اوكي شفت الكريم منا قاسي كثير ومنا ليكيد شفت كيف بعد عنا دقيقتين شغل اوكي بعدين في البرزنتيشن شفت مهم انه تطلع هيك مش عسويت بعد ما هيك ايه يعني تنشوف لايرز نشوف لايرز اكزاكتلي اوكي رح حط الكراميل هلا نزل شويه كراميل يعني ما بكثر كثير كراميل لانه الكراميل بتعرفي انه بده يعطي كثير حلو صح نحن بس انه للطعمه شوي اوكي دائما بنتبه انه الطرف لازم هو يتزين قبل مش بالنص ايه لا بالنص بنحط شوي بس انه لازم نوصل على الازازه على الطرف وهولي ما لازم ننزلهم بالمعلقة لأنه لا منجوي الكباية منجوي الكباية رح نجيب تفاح إن شاء الله يكون التفاح سقع صعب منه شكله مش مسقع رح نجرب نستعمل الوج رح نعمل وحدة أوكي كرمال نخلصها عم جرب نقيهم رح جرب حط هلا بسكويت فوق منها لتعزل انا ما كان بدي احط بالنص بس كمان بالنص مش غلط عرفت ليش بدي احط لحتى اعزل لانه اذا بدي ارجع احط كريم ما تدوب اوكي شفتي كيف
ارجع احط كريم. شهي شهي. نحن رح نتابع تحت الهواء، رح ناخذ سوا وقفه، نرجع بنشوفكم بالبرزنتيشن. حل موعدكم مع البرزنتيشن، وشارل عم بكفي ليفرجينا كيف عم يعملون. اوكي، عملنا اول وحده. اوكي، شفت اللايرز كيف طالعين؟ ايه طالعين مرتبين. هلا بدنا نزيد شو؟ كريم. ايه نحط نقطة كراميل. لكل المشاهدين يلي ما قدروا يحضرونا فيهم يرجعوا يشوفونا على الريبلاي على الفيسبوك بيج للام تي في لايف. اوكي، بيقدروا يرجعوا يشوفوا الصورة الحلوة عندي على الانستغرام شارل اندرسكور عزار. اوكي، واكيد برجع بحط كمان الريسيبي اللي كمان ما قدروا يحضرونا وبيقدروا يرجعوا يشوفوها. حط نقطة كمان. ايه نقطة كراميل. شفتي كيف بشدد انه الطرف يبين عليه المونتاج. على قد البسكويت طلعوا. اوكي، رح احط على الوجه. نرجع نختم مع التفاح. مع التفاح ننتبه دائما انه اكيد الكبيات او الفارين يكونوا نضاف الطرف. اكيد ما حلو يبينوا عليهم لا زبده ولا زيت ولا شيء مشى، ولا محل اصابع تضيع الاصابع في مطرح المطارح ما بيعطي كثير نظيف. اكيد الافضل هيك. هلا اخر شيء بدك تحط شوكولا؟ ما بعد ما بحس يعني انا جايب معي، بس حسيت انه هيك كافيه لانه انا شفت مشان هيك. لا معك حق، بس انه جربت حطيت لقيت انه هيك كثير منيحه. لكن هون شو عم بيصير؟ بس عم مسحها، عم تعمل شو مانياتيك. لك البسكويت كيف عم بيرجعوا يطيروا؟ صح، لانه على الفروتمان على برمه البسكويت النابكن عم تعمل مثل شو مانياتيك. بس تنرجع نذكر المشاهدين كيف عملنا الكراميل شعر. اوكي، هيدا مش بس كراميل، سكر ومي. هيدا لنرجع نقول للمشاهدين السكر يلي هن بالبروسات اللي انا حطتها. السكر بنحطه بالمقليه او بالكاسرول على النار، بس بننزلهم على عده دفعات ليصيروا كراميل اشقر. اذا بدنا اشقر غامق بس مش اسود بهالوقت. بنفس الوقت بنكون نحن حاطين الكريم يا بالميكرووند يا اما على كمان بكاسرول ثانيه عم نسخنها. لازم تغلي. فينا نحط معها فاني، فينا ما نحط فاني اللي بدنا اياه، بس يصير الكراميل جاهز. بننزل الكريم شوي خيط شوي شوي، بنعلي ايدنا بننتبه، بنرجع بنذكر انه بيطرطش كثير ما يكون في ولاد ونحن ما نحرق حالنا. بنحرك بسرعه، بنتركها شوي صغيره تغلي شوي يعني اقل من دقيقه، بنرجع بنشيلها عن النار بنتركها تبرد. اذا بدنا بنفضيها بشي وعاء ثاني لحتى تبرد اسرع على درجه حراره 40. بننزل الزبده، الزبده لازم تكون بوماد يعني على حراره الاوضه. بنحركها مزبوط. اذا نحن حابين يكون فيها طعم شوي مالحه، يا بنستعمل الزبده نص مالحه يا الزبده مالحه بتكون، يا اما الزبده بتكون نحن بنزيد لها نحن بنزيد لها على ايدنا، بنزيد لنا شويه ترشه ملح. الافضل يكون فلور دو سيل، مش سيل عادي. بس اذا ما توفر كمان سيل عادي كمان بيعطي طعمه طيبه، بس لازم نحط اقل. أكيد كمية. أكيد يعني رشة تكون أنعم شوي صغيرة، لأنه الفلور دو سيل بيعطي طعم كتير طيبة إذا كان ظاهر. الملح العادي إذا كان ظاهر شوي بنحس بطعمة الملوحة شوي مزعجة. صح. أوكي، والتفاح بنقصه كيوبات. والتفاح بنقطعه كيوبز، بنقطعه مكعبات تقريبا سنتي بسنتي أو إذا بدك أقل من سنتي بشوي. بنحط الزبدة على النار بس تدوب، بنحط السكر بس يصيروا كراميل، بننزل التفاحات
بنحط الفاني معه وبنصير نقلبهم ليصيروا كراميل. بس يصيروا كراميل بنشيلهم بنفضيهم على صينية، إذا الأفضل يكون في ورقة زبدة مشان ما يلزقوا على الصينية، بنحطهم بالبراد ليسقعوا أسرع، لأنه بالمونتاج بس نحطهم بقلب الكبايات. إذا كانت الكريم بتدوب وألف صحة. وهي هي نرجع بنشوفك بكرة شاي. نقل راد نقل راد. أنا مشاهدينا برجع بشوفكم الأسبوع الجاي، بتمنى لكم ويك أند ممتع، وما تنسوا دايما البسمة عوجهكم. باي باي.